أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع هذا البرنامج في هذا الشهر الفضيل المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. في مستهل حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم الشيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، وأذكر الإخوة والأخوات أننا نتلقى رسائلهم وأيضا أسئلتهم عبر الرسائل النصية وكذلك الواتساب 0501785536. بداية بارك الله فيكم شيخ صالح، هذا يسأل عن قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول: ونحن نرى أناس يحافظون على الصلاة ولكنهم يقطعون الأرحام ويظلمون الناس ولم نرى صلاتهم تنهاهم، فكيف يرى معاليكم ذلك وخاصة ونحن في شهر رمضان المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة فائدتين عظيمتين: الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والثانية أن فيها ذكر الله، ولذكر الله أكبر. الصلاة شعيرة عظيمة، وهي ركن الثاني من أركان الإسلام، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق السماوات عند سدرة المنتهى، والله جل وعلا عظم من شأنها وحث عليها، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عظم من شأن الصلاة وحث عليها ورغب فيها، مما يدل على عظمها عند الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على فائدتها على المسلم، فهي شعيرة عظيمة وفريضة كبيرة، ولا يتهاون بها إلا إما المنافق الذي ليس في قلبه إيمان، أو المؤمن ضعيف الإيمان. وهذه بلية عظيمة، التهاون في الصلاة وتأخيرها عن وقتها الذي شرعها الله فيه. الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عدم حضور الجماعة في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فعلى المسلم أن يعظم هذه الصلاة بأدائها على الوجه المشروع والمحافظة عليها والخشوع فيها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم أمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. معالي الشيخ، أيضا هذا السائل يقول: من أسباب التشاحن والتباغض أولا طاعة الشيطان، وفي ذلك يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يسأل بارك الله فيكم، يقول: كيف نتخلص من نزغات الشيطان؟ تتخلصون من نزغات الشيطان بذكر الله سبحانه وتعالى،
والله ذكر أن الشيطان وسواس خناس، وسواس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، وخناس إذا ذكر المسلم ربه فإنه ينخنس ويبتعد عنه. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا أورد هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الشيطان لما رأى انتصار الإسلام وظهور الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هو أيس في نفسه، وليس معنى ذلك أنهم لا يوجد من يعبده منهم، ولكن هذا إخبار عن أنه هو أيس في نفسه لما رأى من انتصار الإسلام وظهور الإسلام وإقبال الناس على الإسلام، فإنه أيس وعدل إلى التحريش بين الناس. فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله لأجل أن يطرد الشيطان عنه، وعليه أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا له سؤال الأخير في هذه الرسالة، يقول: إن الغضب طريق إلى التهكم بالناس والسخرية منهم وبخس حقوقهم وإيذائهم وغير ذلك، كيف يملك المسلم نفسه من الغضب في هذا الشهر الفضيل المبارك وهو صائم؟ يملك نفسه عن الغضب بذكر الله سبحانه وتعالى: والذين إذا ما غضبوا هم يستغفرون. فلا ينفعل مع الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن المسلم إذا غضب وهو قائم فإنه يجلس، وإذا غضب وهو قاعد فإنه يضطجع، من أجل أن يخف عنه الغضب ويذهب عنه الغضب ولا ينفعل مع الغضب. نعم، أحسن الله إليكم. أبو هشام يقول: بارك الله فيكم، كيف نجعل من شهر رمضان المبارك تقوية لعقيدة المسلم؟ رمضان شهر مبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالله جل وعلا جعل هذا الشهر موسما عظيما للمسلمين، ليله القيام ونهاره صيام وساعاته ذكر وتلاوة للقرآن، فكله مبارك على المسلم، فلا يضيعه بالغفلة أو بالكسل أو بمتابعة القنوات الهابطة ومتابعة الملهيات والمغفلات فيخرج من هذا الشهر مفلسا والعياذ بالله، ويحرم من فضله وثوابه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قالوا: يا رسول الله، سألوه عن ذلك فقال: فقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبره فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل لسائل آخر يسأل بارك الله فيكم، يقول: كيف يكون شهر رمضان المبارك مدرسة إيمانية يخرج منها المسلم بإيمان صادق مع الله عز وجل؟ يكون مدرسة إيمانية إذا حافظ عليه المسلم وانتبه لفضله،
فلم يفرط فيه بل استغله في طاعة الله وفي ما شرع الله فيه من الصيام والقيام وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه يكون غنيمة له. وقد كان رجلان مجتهدان في العبادة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات أحدهما قبل دخول رمضان وبقي الآخر حتى صام رمضان وقامه، فرؤي هذا سابقا للذي مات قبله، فتعجب الصحابة من كونه سابقا له مع أنهما عاشا في طاعة الله وفي عبادة الله. فقال أليس صلى الله عليه وسلم، قال أليس صلى وكذا وكذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أليس أدرك شهر رمضان وصامه وقامه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده إن بينهما كما بين المشرق والمغرب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يسأل ويقول عن قول الله عز وجل هماز مشاء بنميم، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة فتان، ما المقصود بذلك؟ لا يدخل الجنة نمام، هذا وعيد شديد، هذا من أحاديث الوعيد، وليس معناه أن المؤمن لا يدخل الجنة، وإن كان قد يقع في النميمة، لكن هذا من باب الوعيد، أو أنه لا يدخل الجنة في أول وهلة وإنما يعذب ويتأخر دخوله الجنة، فالمؤمن لا بد من أنه يدخل الجنة، ولكن بعضهم قد يتأخر عن دخول الجنة بسبب أفعاله وذنوبه وسيئاته. نعم. هماز مشاء بنميم، هماز يهمز في يغمط الناس قدرهم، مشاء بنميم بالنميمة، وهي نقل الحديث والوشاية بين الناس، في الحديث لا يدخل الجنة نمام. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول ما تفسير قول الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل هو أذن خير لكم. نعم، هؤلاء المنافقون يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذن، يعني يستمع للناس ويستوعب كلامهم ويرشدهم، فهذا معنى أنه أذن، يعني يستمع للناس وشكاياتهم وسؤالاتهم. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل آخر يسأل يقول كيف أفهم باب القدر، وهل هناك نصوص شرعية تعينني على فهم هذا الباب؟ نعم، تدرس العقيدة. نعم. إذا أردت ذلك فادرس العقيدة الصحيحة على أيدي العلماء حتى تعرف هذا. نعم، يقول بارك الله فيكم هل التوسل بغير الله من قوادح العقيدة؟ التوسل بالأعمال الصالحة هذا مشروع، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هذا مشروع، التوسل بدعاء الصالحين هذا أيضا مشروع، فكل هذه أنواع من التوسل المشروع. نعم، نعم. السؤال الأخير في هذه الرسالة يقول هل هذا حديث اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ نعم، هذا نسمعه، وأنا لم أراجعه حتى أعرف صحته، لكنه مشهور على الألسنة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول هل النية أن أقول في قلبي عند الوضوء أو عندما أريد صيام رمضان مثلا في كل يوم نويت أن أفعل كذا؟ لا تقل هذا، لا تتلفظ بالنية، التلفظ بالنية بدعة، النية محلها القلب، التلفظ بها بدعة. وإذا جئت إلى الوضوء فمعناه أنك نويت، إذا قمت إلى الصلاة فمعناه أنك نويت ولو لم تتلفظ بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. أبو بدر من الخرج يقول ما هي ضوابط صيام كبير السن، وهل عليه قضاء إذا كان غير قادر على الصيام؟ إذا كان غير قادر على الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا لكبر سنه
الله جل وعلا قال فيه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه يعني لا يستطيعونه، في قراءة يطوقونه يعني لا يستطيعون صيامه، ولكن معهم عقولهم وتفكيرهم، هذا عليه إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف من الطعام. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أم محمد تقول: ما حكم تكرار العمرة في شهر رمضان المبارك لأكثر من مرة، وعن والدي وعن أخي المتوفى حديثا؟ هذا شيء طيب وعمل صالح ينفع الله به، إذا تقبله ينفع به المسلم ومن أهدي إليه هذا الثواب. نعم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى أسئلة أخرى. هذا السائل يقول: ما هو حكم المفطر في رمضان دون عذر؟ مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي هذا اليوم الذي أفطره ويحافظ على صيامه، لأنه ركن من أركان الإسلام. نعم. المعتدة لوفاة زوجها، هل لها أن تذهب لأداء العمرة؟ لا تذهب لأداء العمرة، بل تبقى في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تخرج إلا لحاجتها في النهار، ولا تخرج في الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. أم عادل تقول: أخي استشهد عليه 16 يوم من رمضان، أفتوني عن صيامها، ماذا نفعل جزاكم الله خيرا؟ تقضونها عنه جزاكم الله خيرا، هذا تدخله النيابة فتقضونها عنه. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لأخي المحتاج؟ نعم، لا بأس بذلك، هو أحق بها، والصدقة على القريب عن صدقتين، صدقة وصلة. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو سالم من المدينة المنورة يقول: هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية ليتولوا توزيعها على الآخرين؟ لا، الزكاة يدفعها المزكي للمحتاجين، هو يدفعها أو يوكل من يدفعها للمحتاجين ولا يؤخرها. نعم. هل الصيام في السفر أفضل أم الفطر؟ الفطر أفضل، إذا كان أرفق به الفطر أفضل، والصيام جائز للمسافر. نعم. ما حكم تارك الصوم ما دام أنه يصلي ولا يصوم؟ الصوم ركن من أركان الإسلام، لا يجوز تركه، فإذا تركه فإنه ترك ركنا من أركان الإسلام، فعليه التوبة إلى الله وأداء الصيام في وقته وقضاءه إذا فات وقته. نعم. يقول السائل: من ركب الطائرة وقد غابت الشمس لحظة إقلاعها، وحين ارتفعت رأى الشمس ظاهرة، فكيف يكون صيامه؟ إذا كان غابت عنه وهو في الأرض يفطر مع الناس ولو أقلعت الطائرة وراء الشمس، لأن حكمه حكم أهل الأرض قبل أن تقلع الطائرة. نعم. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم من يمنع دفع الزكاة بحجة أنه لا يراها؟ إذا كان لا يراها فهو كافر، إذا جحد وجوبها فهو كافر والعياذ بالله. نعم. عندي زميل كثير الحركة في الصلاة في لحيته وعقاله وأزاريره، فهل هذا يفسد الصلاة؟ ينقص ثوابها، ينقص ثواب الصلاة. ويقول العلماء: إذا تحرك 4 حركات متوالية من غير حاجة فإنها تبطل صلاته. نعم. هل السترة في الصلاة واجبة أو مستحبة، وماذا يكفي فيها، وكم المسافة بينها وبين المصلي، وكذلك في الحرم المكي الشريف؟ الحرم المكي سترة الإمام سترة لمن وراءه في الحرم المكي وفي غيره، أما إذا صلى وحده أو صلى جماعة
غير مع غير إمام الحرم فاتتهم الصلاة، فإنهم يتخذون سترة، يتخذ الإمام سترة أمامه وتكفي عن من وراءه. نعم. السائل من خارج المملكة أحمد آدم يقول: في بلادنا مشائخ يؤيدون التوجه إلى القبور والدعاء عندهم وطلب الدعاء من عندهم، فما حكم ذلك؟ هذا حكمه باطل، وإذا كانوا يدعون الموتى فهم مشركون، الشرك الأكبر. أما إذا كانوا يدعون الله عند القبور فهذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم. أيضا سؤاله الآخر يقول: ما حكم الحلف بغير الله عز وجل؟ حلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك من الراوي هل قال الرسول كفر أو قال أشرك، وعلى كلا الحالين فإنه إما كفر وإما شرك. نعم، ولكنه شرك أصغر. نعم نعم، وكفر أصغر. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله بالنسبة للحلف بالطلاق وهو شائع عندنا وفي قريتنا، فما حكم هذا العمل وما هو توجيهكم؟ محرم، الحلف بالطلاق محرم، والطلاق ليس أمرا خفيفا يتلاعب به الإنسان، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهناك مجال للكلام المباح غير الكلام بالطلاق. نعم. يقول السائل من خارج المملكة من السويد عبد الحكيم يقول: أنا فعلت بعض المعاصي ووقعت في بعض الأخطاء أثناء أداء العمرة في العام الماضي، فكيف أتخلص من ذلك وهل عمرتي مقبولة؟ إذا كنت أديت المناسك، مناسك العمرة على الوجه المطلوب والمشروع، فعمرتك صحيحة، ولكن تأثم على المعاصي التي فعلتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله: ما حكم الاعتداء في الدعاء وخاصة ممن ظلمني؟ إذا دعوت على من ظلمك فهذا من باب القصاص، قد استوفيت حقك منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف أجمع بين التوكل على الله عز وجل وفعل الأسباب؟ نعم، تجمع بينهما بأن تفعل الأسباب وتتوكل على الله في قلبك، تتوكل على الله في قلبك وتفعل الأسباب في جوارحك، الأسباب التي أباحها الله ولك فيها منفعة. نعم. يقول: دخلت المسجد ووجدت رجل يصلي النافلة ثم دخلت معه أصلي الفرض، هل صلاتي جائزة؟ نعم، لا بأس بذلك، يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل والعكس. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله يقول: هل النميمة والحسد من مبطلات الصيام؟ لا تبطل الصيام، ولكن تنقص الصيام ويأثم بها لأنها محرمة، وفعل المحرمات والمعاصي ينقص ثواب الصيام لكن لا يبطله، إلا مبطلات الصيام المعروفة من أكل أو شرب أو ما أشبه ذلك مما يبطل الصيام. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم: أنا كافل اليتيم باستقطاع شهري من البنك، فهل ينطبق علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة؟ نعم. يقول: أنا كافل اليتيم باستقطاع شهري من البنك، هل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أو يلزم الكفالة أنني آخذه معي في بيتي؟ كونك تأخذه معك في بيتك وتشرف عليه وتتولاه أفضل، وإلا إذا قمت بكفالته وهو ليس عندك هذا شيء طيب، لك الأجر في ذلك. نعم. يقول: ما تفسير قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم وكان الله عليما حكيما؟ الذين يعملون السوء بجهالة، يعني بحمق وعدم تفكير لعواقب السوء،
وليس بالمراد الجاهل، الجاهل معذور حتى يعلم ويبين له، لكن جهالة معناها الحمق والعجلة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم لبس الكمام في العمرة لظروفي الصحية؟ لا بأس بذلك، وتركها أفضل، لأنه يعني كونه يكشف عن وجهه أفضل، ولا يغطي رأسه، وبعض العلماء يرى ولا يغطي وجهه أيضا. نعم. يقول: بارك الله فيكم، بعض النساء تزاحم الرجال على تقبيل الحجر الأسود، ما حكم ذلك؟ وهل يلزم تقبيل الحجر الأسود في العمرة؟ لا يلزم تقبيل الحجر الأسود في العمرة، إن تيسر أن يقبله فهذا مستحب سنة، وإن لم يتيسر فإنه يشير إليه، والمرأة بالذات لا تزاحم الرجال لأنها عورة وفتنة، فيكفي الإشارة، يكفي منها الإشارة إلى الحجر الأسود إذا حاذته في طوافها. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز صيام يوم الجمعة قضاء في الأيام العادية؟ لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: أنا عندي ذهب وأرغب أداء الزكاة، ولا يوجد لدي المبلغ، وأقرضت أختي مبلغ، هل يجوز لي أعتبر هذا المبلغ من الزكاة؟ لا، العبرة بالأداء، وقت الأداء، إذا نويته وقت الأداء زكاة صار زكاة، أما إذا لم تنوه وقت الأداء زكاة ثم نويته بعد ذلك فهذا لا يجزي. نعم. يقول: بارك الله فيكم، ما حكم إعطاء العمالة المنزلية من الزكاة؟ إذا كانوا فقراء ولم تعطهم لأجل ترغيبهم بالعمل عندك فلا بأس بذلك. نعم، بارك الله فيكم. يسأل حفظكم الله عن حكم الجمع بين جميع الأدعية الواردة في دعاء الاستفتاح في الصلاة. لا، ما يجمع بينها، تارة هذا وتارة هذا، ولا يجمع بين الاستفتاحات. نعم. يقول بعض العلماء إن وقت السنن، سنن الرواتب القبلية والبعدية، هو بدخول وقت الفريضة وينتهي بخروج وقت الفريضة، وقول بعضهم القبلية تنتهي بقضاء الفريضة، فما الراجح في ذلك؟ هذا واضح، القبلية التي قبل الصلاة والبعدية التي بعد الصلاة، ويحافظ عليها لأنها من مكملات الصلاة، لا يتهاون بها وإنما يحافظ عليها لأنها من مكملات الصلاة. نعم. يقول بارك الله فيكم: إذا دخلت لصلاة العشاء في شهر رمضان المبارك ووجدت الإمام يصلي صلاة التراويح، هل أدخل معه بنية الفرض أم أنتظر حتى تأتي جماعة؟ تدخل معه بنية الفرض، فإذا سلم تقوم وتكمل صلاتك. نعم. أبو مهدي من عسير يقول: ما حكم شرب الماء في وقت أذان الفجر في شهر رمضان المبارك؟ ليس العبرة بأذان الفجر، العبرة بطلوع الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وإذا كنت ما ترى الفجر عندك التوقيت، توقيت أم القرى، تنظر فيه وتعمل به. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تقديم دفع زكاة الفطر في أول العشر نظرا لسفري؟ ما تدفع أول العشر، وكل من يخرجها عنك، وكل من يخرجها عنك، ولا تخرجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين فقط. نعم، أحسن الله إليكم. المسافر ماذا تسقط عنه بعض العبادات؟ نعم، ماذا تسقط عن المسافر بعض العبادات؟ لا تسقط النوافل عن المسافر، العبادات الواجبة ما تسقط عنه، وأما المستحبة فيحافظ عليها مهما أمكنه، وإذا لم يقدر أو تشق عليه فهي سنن ليست واجبة. نعم. يقول بارك الله فيكم: هل الحوض هو الكوثر، وهل هو خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لكل نبي حوض؟ الكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض،
الكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض من الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، نسأل الله الكريم من فضله. آمين. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم. يقول بارك الله فيكم: كيف يبعث الناس من قبورهم؟ يبعثون الناس من قبورهم إذا إسرافيل نفخ في الصور النفخة الثانية يقومون من قبورهم، لأن الأرواح في القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ملك الموت، فإذا نفخ فيه طارت كل روح إلى جسدها، نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة الضحى وما وقتها؟ حكمها أنها سنة نافلة، ووقتها إذا ارتفعت الشمس قيل رمح، إلى أن تأتي الشمس فوق الرؤوس قبيل دخول وقت الظهر ينتهي وقت صلاة الضحى. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول: أحسن الله إليكم، إنني أطلب أحد الإخوة مبلغ من المال وعلي زكاة، هل أخصم هذه القيمة، هذا الطلب، من الزكاة؟ لا، قال الله جل وعلا: وآتوا الزكاة، فلا بد من دفعها، لا بد من دفعها. نعم. يقول أبو فهد: ولو دفعتها له ثم ردها عليك سدادا لدين لا بأس. نعم. أبو فهد يقول: سنة الفجر هل تجوز قبل الأذان بنصف ساعة أو ربع تقريبا؟ لا، سنة الفجر عند طلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله ويقول: بالنسبة للوالد إذا دعا على ابنه، ما حكم ذلك، وما هي وصيتكم لبعض الآباء الذين يدعون على أبائهم بالهلاك، على أبنائهم بالهلاك؟ لا حول. ينبغي للوالد أن يرحم ولده ولا يدعو عليه بالهلاك ولا بشيء من المكاره، لأن دعوة الوالد مستجابة، فلا يدعو على ابنه، على ولده، ويرفق به ويرحمه. نعم. هذا يقول: بارك الله فيكم، مع مرور هذه الأيام التي مضت من شهر رمضان المبارك، أشعر أحيانا بالفتور، ما هي الوسيلة التي تعيدني إلى نشاطي الأول في بداية هذا الشهر الفضيل المبارك؟ تصلي مع المسلمين في المساجد، وهذا ينشطك على صلاة التراويح، تصلي مع المسلمين وتحضر في المساجد، وهذا مما يعينك على المحافظة عليها. نعم. بارك الله فيكم. معالي الشيخ حفظكم الله يقول هذا السائل: والدي توفي في شهر شعبان الماضي، وأرغب أن أؤدي عنه العمرة، فهل يجوز ذلك، وما هي صيغة النية؟ لا بأس بذلك، هذا من البر به، تعتمر له في رمضان أفضل، وتنوي عند الإحرام، تنوي عند الإحرام أنها عن والدك، عند الإحرام، عند عقد الإحرام تنويها لوالدك. نعم. يعتقد بعض الناس عند الإحرام أنه لا بد من النطق ب اللهم إن حبسني حابس، الاشتراط يا شيخ، ما حكم ذلك؟ الذي يجد من نفسه الحاجة إلى هذا بأن يكون مريضا أو يخاف أن لا يتمكن يدعو بهذا الدعاء، لأن ضباعة بنت الزبير عمة الرسول صلى الله عليه وسلم تريد العمرة وهي شاكية، يعني مريضة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حجي واشترطي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير في هذه الحلقة، أبو عبد الله يقول: أصابتني جلطة، تأثرت ساقي، أصلي على كرسي ولا أستطيع الحضور إلى المسجد، ويتحسر قلبي إلى المسجد والجماعة، هل علي إثم في الصلاة في المنزل، وأرجو الدعاء لي بالشفاء؟ أنت معذور والحمد لله، وليس عليك إثم، هذه رخصة من الله لك، تصلي في بيتك، ولك أجر من صلى في المسجد، ما دمت أنك حبسك العذر، ولو تمكنت لذهبت، لك أجر المصلي في المسجد. نعم.
جزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى في هذه الأيام المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. كان معكم أيها الإخوة والأخوات وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.